من أكثر الأمور اللي بتدل إنه شخص معين عنده مشاعر وعنده تفكير مستمر فينا حتى إذا كان بعيد عننا هو التواصل بيننا وبينه. كيف التواصل وشو هو الشيء اللي بيخليني أشعر بأنه هيدا الشخص رغم ابتعاده أو حتى لما يكون بعيد عني أو مش موجود معي فهو عم بفكر فيه وبيشتاق لي؟ هيدا الشيء اليوم رح أحكي عنه من خلال البارا سايكولوجي أو ما وراء علم النفس. وسبق وشرحت عن ما وراء علم النفس أنه هو يختلف عن علم النفس العادي. علم النفس العادي هو عبارة عن وقائع وسلوكيات معينة منحللها تحليل علمي ومنطقي. أما ما وراء علم النفس فهو عبارة عن مشاعر خفية ومشاعر روحانية لا تفسر بالسلوك أو بالدلائل العلمية العادية. ولأعرف إذا شخص معين بفكر فيه لما ما كون موجودة معه ولما ما كون عم بتواصل معه سواء وجها لوجه أو على التواصل الاجتماعي، بدي أعرف طريقة تواصلي والوقت اللي بكون عم بتواصل معه فيه سواء وجها لوجه أو عبر التواصل الاجتماعي، ما هي نوعية هيدا التواصل وما هي نوعية هيدا الوقت اللي عم بقضيه مع الشخص، مش كمية الوقت بل نوعية الوقت. فإذا وجدت الطريقة أو الشعور اللي رح أحكي عنه اليوم فتأكد إنه هيدا الشخص بالفعل بفكر فيك بنفس الطريقة اللي انت بتفكر فيه وأيضا يشعر بك بنفس الطريقة اللي انت بتشعر فيها تجاههم. هن بالحقيقة ثلاث نقاط. أول نقطة هي التواصل. شو يعني التواصل؟ يعني لما كون مع هيدا الشخص عم بحكي بموضوع وجها لوجه أو على التليفون بحس إنه الوقت يمضي بسرعة وبحس إنه دايماً في مواضيع عم نحكي فيها، يعني ما عم بيكون في صمت، ما عم بيكون في ملل، ما عم نكون عم نفتش يعني أو عم نبذل مجهود لحتى نلاقي موضوع كي نتكلم به، إلا إذا عندك أنت ضعف بالتعبير، أنت بشخصيتك أو هو بشخصيته عنده ضعف بالتعبير معك أو مع غيرك، فهم بتصير مشكلة. واليوم رح أعطيلها الحل بالنقاط اللي معنا إياها بالقسم الثاني من الفيديو. أما إذا كنت من النوع ما عندك مشكلة بالتعبير، يعني بتعرف تعبر عن مشاعرك وأفكارك بطريقة سلسة، فبتحس إنه لما تكونوا عم تحكوا بأي موضوع ودايما في مواضيع، مش إنه موضوع واحد بتحكوا فيه ودايما بتحكوا فيه، لا دايما في مواضيع ودايما في تشويق وما بتحسوا بالملل. يعني ممكن إنه أن تقضي يعني أنت وياه 3 ساعات 4 ساعات من دون ما تحسوا بالوقت ومن دون ما تحسوا أنه خلصت المواضيع. فدايما التواصل يعني منسميه دايناميك أو منسمي هيدا التواصل تواصل عفوي، مش عم نبذل مجهود لنتواصل، مش عم نبذل مجهود لنفتح مواضيع، مش عم نبذل مجهود لنتقرب من الطرف الثاني. وهيدا دليل بالبارا سايكولوجي شيء بسموه أحيانا الكيمستري. والكيمستري مش بس انجذاب جسدي، بالحقيقة الكيمستري هو أيضا 70% منه انجذاب روحاني. والتواصل لعل قد يكون التواصل والحوار والكلام وإنه ما نحس بالوقت وإنه دايما في مواضيع نتواصل فيها ونحكي فيها، هذا دليل إنه في كونكشن أو ترابط قوي بينك وبين هذا الشخص، ترابط روحي. وهذا دليل إنه هذا الشخص بالفعل بنفس الطريقة اللي أنت مش عم بتمل منه لما عم تحكوا بمواضيع وعم تتجدد دايما ومش عم تنقطع، هو أيضا لما أنت تكون غايب عنه بيفتقدك لأنه عنده نفس التواصل الروحاني ونفس المشاعر تجاهك. إن أوقات كتير بيوصلني استشارات بمعنى أنه عم نتعرف وعم نحاول أنه نتواصل ونقرب، أنا بوقف عند هالكلمة لأنه الشخص اللي فيه بارا سايكولوجي أنت وياه وتواصل روحاني أنت ما بتبذل مجهود لتتواصل وما ومستحيل أنك تتلفظ بكلمة عم حاول اتواصل، صرنا نتواصل، هالكلمات أنت
تلقائيا ما بتتفوى فيها. ليه؟ لان بمجرد ما عم تبذل مجهود لتتواصل فهيدا دليل انه ما في تواصل تلقائي روحاني بينك وبين هيدا الشخص. اما بالنسبه للناس اللي عندهم ضعف بالتواصل او بالتعبير مع الكل، وهيدي المشكله موجوده ضمن العديد من الشخصيات، فبنصحكم ابتداء من هيدا الفيديو دائما تحتفظوا بدفتر خاص فيكم، وهيدا الدفتر بتسجلوا ماذا احب. يعني انت بتكتب ماذا احب وبتعبر بالكتابه عن كل مشاعرك وكل الامور اللي بتحبها ربما بهيدا الشخص او اللي بتحب تحصل عليها. سؤال تاني بتقول ماذا لا احب او ماذا اكره، بتعبر عن مشاعرك بالكتابه على الدفتر بكل الامور اللي ما بتحبها او تكرهها. ماذا اريد من هذا الشخص وماذا لا اريد، ايضا تحت عنوان ماذا اريد بتكتب كل شيء، وممكن بعد فتره ترجع وتضيف اشياء. فالناس اللي عندهم ضعف بالتعبير ضروري كتير تستعملوا الورقه والقلم لتسجيل مشاعركم وأفكاركم. وهالأربع عناوين ماذا أحب، ماذا لا أحب، ماذا أريد، ماذا لا أريد، هن بيساعدوك لما تجاوب عليهم ضمن الدفتر اللي رح تحتفظ فيه ابتداء من اليوم، رح يساعدوك بالكتابة أولا وثانيا بالتعبير لفظيا. لأنه الكتابة وأنه نكتب مشاعرنا وأفكارنا، لأنه أولا بدي أنا أفهمها وأولا بدي أعبر عليها بيني وبين نفسي، وثانيا رح صير قادر مع التدريب ومع الممارسة انه عبر عنا لفظيا امام الشخص الاخر. النقطة الثالثة للتواصل وكسر الجليد مع الاخر، هي احيانا بيكون في شخصية خجولة. يعني انا صحيح عندي مشاعر معينة ولكن شخصيتي خجولة، او عندي فيلوفوبيا، او عندي خوف من الرفض. في كتير اسباب للشخصية الخجولة. كمان في نقطة بتساعدك بالتعبير وبالتواصل، هي انك تحاول يكون عندك حس الفكاهة. يعني انك تضحك هيدا الشخص، مش انه تضحكوا عليك ولا تكون مهرج ولا انك تستعمل اشخاص للتنمر او امور تافهة، لا، ان تضحك الشخص على موقف طريف حصل معك. يعني الضحك بيكون عادة على المواقف مش على الاشخاص. او انه تشارك الطعام، لانه مشاركة الطعام خاصة لما ناكل من نفس الصحن سواء كان حبيب او صديق، هيدا الشيء نفسيا اثبت انه بيكسر كتير حواجز بيننا وبين الشخص، خاصة اذا كنا ببداية التعارف. فانك تكون مرح شوي، انك تحاول انك تضحك الطرف الاخر، ايضا لما ننجح انه نخلي الطرف الاخر يضحك، فصدقني كسرنا 70% من الخجل ومن الحواجز النفسية التي تحول بيننا وبين التعبير عن مشاعرنا وافكارنا تجاه الشخص الاخر.